عايزين ناخد ازاي نريد الفايل. احنا خدنا اوريدي ازاي نريد الفايل هنا، لكن في طريقه اكتر تفصيليا في الريد الفايل، وبنحتاجها اكتر كمان في الستريم، يعني ابلود فايل بتاع فستريم جاي لي باخد بقى الداتا بشكل معين يعني. فتعالى على طول كده نسيب از ونعمل الاكزامبل بتاعنا ونسميه ريدنج فايل داتا، ماشي اوكي. وتعالى نشوف الفانكشن بتاعتنا. الفانكشن بتاعتنا اسمها، نشيل بقى كل الكلام الجميل ده كله مش عايزينه، كريت سيرفر بس واستدعاء اف اس. ماشي، اول حاجه عندنا ان احنا الاف اس دوت اوبن لازم نفتح الفايل. هنقول والله ان احنا محتاجين الفايل اسمه، نديله اسمه مثلا، كان اسمه ايه مش فاكر، كان اسمه ايه، امبلويز دوت جيسون، ماشي، كوما. عايزين نقراه بسبب ايه؟ هنعمل طبعا ان هو ار بلس، ده اللي هو اسمه دوت اللي احنا كنا اخدناه قبل كده، اللي هو بنسميه الفلاج بتاع الار بلس. والار بلس يعني اوبن الفايل للقراءه والكتاب، خلاص يعني ريد ورايت. وطبعا هيضرب ويطلع اكسبشن لو الفايل ذات نفسه ما هواش موجود، خلاص كده، لو الفايل ذات نفسه ما هواش ايه، ما هواش موجود. طيب بعد ما عملنا كده، ادي الانكريت دوت جيسون وادي الار بلس. بعد كده ندي الفانكشن اللي بتاعت الكول باك، فاقول له فانكشن بتاعت الكول باك بتاعتنا هتديني اي ار ار، وهتديني الاف دي اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هو الفايل اللي هو اللي هتديني الرمز اللي يهمني قوي عشان بعد كده استخدمه في ان انا اريد، اقول له ريد الفايل الاف دي دوت. يعني هو رقم بيرجع لي، الرقم دوت بيبقى مميز للفايل اللي انا بفتحه، يمكن شرحنا ده قبل كده، وبستغل بقى الرقم ده، انا اقول له افتح لي الاف دي ده، فيبقى عارف الفايل ده، فيفتح لي دوت، فيبقى عندي اكتر من اف دي، وكل اف دي بيشاور على فايل معين بتفاصيل معينه. ماشي اوكي اوكي، ادي يا عم الكول باك فانكشن بتاعتنا هنقول فيها ايه. بعد ما فتحنا طبعا هنقول له ببساطه زي ما متعودين، اف ان في ايرور حصل هتعمل ايه سيادتك؟ قلنا على طول نعمل كلمه ريتيرن عشان ما يكملش قراءه في الفايل، وهنعمل كونسول دوت ايرور، وادي له الايه؟ وادي له الايرور. ماشي؟ طيب ما حصلش الايرور، يبقى مش هيشوف الريتيرن، هيبدا يكمل معانا يقول ايه؟ كل اللي انا محتاجه ان انا هقرا الفايل مباشره، فهقول له اف اس دوت ريد. ريد هنا فيها شويه حاجات كتير جدا محتاجين نتكلم عليها، زي ما احنا شايفين في بارامترز كتير جدا جدا في الريد. اولا هيقول لي الريد، اول حاجه لو انتم شايفين كده منور الاف دي، قال لي هريد ايه؟ اديني رقم يمثل الفايل، اللي هو الفايل ديسكريبتور اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. فقلت له هو ده الاف دي اللي فوق ده، هو ده كده بالنسبه لي الرابط ما بين الفايل اللي فتح واللي احنا عايزين نقراه. فبدل ما انا اثبت الرقم، هو بيدي بيرتيرن ليا رقم بخزنه جوه فاريبل، وبستخدم الفاريبل دوت في ان انا اتعامل مع الفايل بعد كده بالفايل ديسكريبتور ايه؟ ديسكريبتور نمبر. طيب بعد كده بحدد حاجه اسمها البافر، خلاص. البافر دوت هو عباره عن ايه؟ البيانات اللي هتتخزن، او البيانات اللي احنا هنرايترها، البيانات اللي احنا عايزين نرايترها، خلاص، البافر او كميه البيانات اللي احنا عايزين نعمل لها رايتنج. فهعمل نيو بافر، وده موجود اصلا جوه ال اسمه دوت جوه الـ يعني النود، فاقول له بافر اهو موجود، خلاص. وادي له حجم الداتا اللي انا عايز اقراها واحده واحده، خلاص. فانا هقرا مثلا 1024، يعني هقرا ميجا، مظبوط كده؟ هقرا ايه؟ هقرا ميجا، او هرايتر ميجا، هرايتر ميجا. طب كوما، قال لي في حاجه اسمها اوفست، هو كاتب لي على فكره التعليق اهو، قال لي الاوفست ان ذا بافر ات ويتش تو ستارت رايتنج، هتبدا من اول فين ترايتر؟ ده الايه؟ ده الاوفست بتاعك، يبقى بدايه الايه؟ بدايه الكتابه. طيب انا عايز اكتب من اول فايل انا هقرا، فهبدا من اول الايه؟ اول الفايل، فاقول له ايه؟ زيرو، يبقى كده من اول حته، من اول حته في الفايل. طيب كوما، قال انت حدد اللينس، ايه اللينس دوت يا حبيبي؟ قال لي ذا نمبر اوف بايتس تو ريد، كام بايت انت عايز تريده؟ يعني عايز تقرا كام بايت بكام بايت؟ فقلت له هقراه برضو بفر 1024 برضو، يعني بكره اقول له برضو نيو بفر، خلاص.
على 1024. طبعا انا مش هرايتر، الرايتره كانت الاولانيه، دلوقتي انا هقرا، فبقول له حجم القراءه، بس هو محتاجه كنمبر، ممكن اقول له دوت لينس. دوت لينس هنا ذا لينس اوف اري اللي هي عدد الخانات بتاعه ال 1024، فهيجيب لي الايه اللينس بتاعه ماشي كوما. يبقى كده انا جبت ايه، اصل دي مش عايز بافر، ده عايز الاولاني، ده كان عايز بافر، يعني عايز مساحه. خد بالك ذا بافر ذا داتا ويل بي رايتن تو، يعني اللي هنبدا نكتبها احنا مش عايزين نقرأ. احنا دلوقتي في الريد بنقرا، طب ما احنا فاتحينه عشان القراءه والكتابه ار بلس، فانت بتحدد مقدار القراءه، مقدار الرايتره، في نفس الوقت بتحدد ان مقدار القراءه، فالقراءه هنا بياخدها رقم. فقلت له خلاص نيو بافر 1024 دوت لينس، مش مشكله خالص، ممكن تكتب 1024 رقم على طول مباشره، وفي الغالب ممكن تعرف فاريبل وتسميه كده. مثلا ممكن تعمل ايه، تبقى الفار مثلا بافر بتساوي نيو بافر وعلى 1024 مثلا، خلاص. وام جاي هنا قايل ايه، هستخدم مين بقى، استخدم البافر ذات نفسي على طول الفاريبل بتاعي. وهنا هو سوري، هنقول ايه، هنقول هنا بقى نقول بافر اللي هو الفاريبل بتاعي دوت لينس، خلاص بافر دوت ايه دوت لينس. ده بالنسبه لايه، بالنسبه لللينس كوما. بعد اسف كوما واحده، نعمل كذا كوما. كوما البوزيشن، ايه البوزيشن ده؟ قال لي نوت، لو انت قريت ذا اوفست فروم ذا بيجنينج اوف ذا فايل فروم ويتش داتا شود بي ريد اف نل، مش عارف ايه مش عارف ايه. المهم يعني اللي احنا دلوقتي بنتكلم على البوزيشن هو رقم صحيح، طبعا بياخد رقمي يعني، بيحدد فيه فين هنبدا نقرا في لوم الفايل. ولو كان الفايل يعني البوزيشن ده احنا حددناه نل، هيقرا من مطرح ما هو واقف، يعني هنقرا حته بحته، يعني احنا شغالين زي ما قلت لكم ستريم ستريم، يعني الداتا جايه لي وعماله تيجي وعماله تيجي وعماله تيجي، لسه بتلود خلاص ولسه ايه بتلود. لو انت اديتها نل يبقى هو هيقرا من مطرح ما هو واقف بقى وايه ويكمل خلاص. ماشي، هو بيتكلم على الفايل ديسكريبتور، هو بيقرا من الفايل ديسكريبتور، هو مش مديني هنا، وكاتب بس اف نل الداتا ويل بي ريد فروم ذا كارنت بوزيشن، من البوزيشن اللي انت عايز فيه. يبقى هو يعتبر اوفست، يبقى عباره بالنسبه لنا واقف على البوزيشن، مظبوط. هيقرا منين بالنسبه لنا، يعني هيقرا منين؟ طبعا انا بالنسبه لي محتاج ان انا اقرا من الاول، فممكن اقول له اقرا فروم زيرو، او اسيبها نل عشان يقول، عشان مطرح ما انا واقف بقى يبدا يقرا بقى اول مره، يبقى من اول مره يبقى من زيرو، وبعد كده بيبدا يكمل يعني. طيب بعد كده الكول باك فانكشن، فهم يديله الكول باك ايه فانكشن بتاعتي، طبعا بتاخد حاجتين، بتاخد من الاولاني الايرور والثاني الداتا. الداتا، بس الداتا هنا بتجيلي على شكل بايتس، ليه؟ لان عمال يقرا حته بحته، بايتس معينه، قطعه 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 قطعه، والداتا عماله تتحذف، هو عمال يقرا قطعه 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 قطعه، خلاص. فانا كده محتاج ان انا اقول له كده، واقول له كده هتبعت لي بايتس، مجموعه البايتس دي جزء اتقرا من الفايل، جزء اتقرا من الايه من الفايل. فانا هقول له اف ان في ايرور، طبعا على طول ريتيرن ايرور، ويخبط الايرور على طول، ده لو كان في ايرور، مفيش ايرور الدنيا شغاله سليمه مفيش مشكله. هنريد بقى من البايتس دي، كل اللي انا عايز اقوله له لو كانت البايتس دي طالما هي بايتس اكتر من الزيرو، يعني 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 في بايتس موجوده، يبقى انت تقرا لي الفايل بتاعتنا او الداتا بتاعتنا يعني. فطبعا ممكن ببساطه اقدر اقول له اطبعها لي، يعني هقول له كونسول دوت لوج، هقول له اطبع لي مين مقدار البايتس، بس اقول له بايتس دوت، في عندي طبعا حاجات كتير جدا عشان اقدر اظبط يعني الفايل لو كان داتا ولا كان ايه. فانا هقول له يعني عشان اقراها بشكل عادي، فممكن اقول له يا البايتس وخلاص، نشوف شكلها مش مشكله، اقول له كده. طبعا انا الفايل بتاعنا صغير، فانا قريت البايتس كلها يعتبر، يعني مش عامله مش تقيله يعني، لكن طبعا البايتس دي ممكن نقدر نعملها لوب زي ما هنشوف قدام، او لما يجي نعمل ان شاء الله فايل ابلود ولا حاجه وتاخد حته بحته ازيك. لكن خلينا نعرفها دلوقتي عشان تبقى احنا عندنا خلفيه عنها، ونقدر نفهم ان في بايتس واقدر اريد الفايل بارت باي بارت يعني. فلو جينا كده اهو نرنها، ماشي مش عارف ايه الداتا، انا محتاجين نقول له
reading share only reading file. طبعا احنا ما عندناش حاجه على الويب، احنا بس عملنا على الكونسول. قال لي في سينتاكس ايرور، في كوس عندك، في مشكله في سطر 21. قلت له ايوه صحيح حقك، اكيد احنا مزودين حاجه ولا بتاع. دي احنا حاجه قديمه واحنا ما مسحنا الفايل وعدلنا فيه على طول. ماشي، هو ارجع تاني كده اطلع فوق بالسهم بالسنتر. احنا عمل ايه؟ ما ردش عليا. ارن البراوزر بتاعي عشان يلقط ان هو البراوزر اشتغل. فقال لي البايتس ان فايل 285 اصلا مش اكتر، شاف لي ماشي مش اكتر من كده. اوكي، لو رجعنا هنا وعلق كده معانا شويه، خليها بدل كونسول دوت لوج، او خليها كونسول دوت لوج زي ما هي، وخلينا نطبعها برضو بايه بريسبونس على الشاشه عشان ارفع على البراوزر يعني. هقول له ريسبونس دوت رايت عشان نشوفها على الشاشه، وطبعا نعمل في الاخر ريسبونس دوت ايه دوت اند عشان يقفل. وعلق، احنا قفلنا البراوزرز ونشغل، نقفل البراوزر ونشتغل من تاني. التعليقه دي غريبه دي، تعالى نقول له كنترول سي، نادي على ريدنج فايل داتا ونفتح البراوزر، نكتب لوكال هوست البورت 8080. قال لي ايه بايتس ان فايل 285 بايت، قال لي البايتس ان فايل 285 يعني مبقاش عنده مشكله في ان هو يريد الايه البايتس اللي موجوده دي. لو احنا محتاجين نريد على قد البايتس اللي اتقرت بالظبط، يعني حاجه بسيطه، وانا بيحط بيقرا في البفر، فانا ممكن اقول له على سبيل المثال يعني ممكن نعمل كده على بي ار مثلا بريك شنز سطر، ولو قرا مثلا في الاخر جزء صغير من الداتا او مجموعه بايتس معينه او كلام زي كده، فممكن اقول له باف اللي هو البفر بتاعي بافر دوت. في عندي بقى حاجات كتير جدا في البافر ذات نفسه، زي رايت في البافر، احط فاليوز احوله لسترينج، اعمل سواب بانواع مختلفه او باحجامه من 16 ل 30 64، سيبكم من السواب اللي هي النقل، اقطع منه سب اري، اعمل له سورت بتاع، في منها سلايس. سلايس مهمه، في حاجات تانية كتير طبعا الكوبي والكلام ده كله، بس انا هاخد سلايس ان انا اقول له اقطع من الداتا اللي في البافر جزء، خلاص سكشن اوف ان اري، يقطع جزء من الايه من البفر اللي موجود عنده في الداتا. فلو جيت قلت له من زيرو كوما واقول بقى مثلا كام بايت انا عايزهم او كام حته انا عايزها، طبعا ممكن اقرا لغايه البايتس موجوده عندي كام، يعني ممكن احط البايتس ذات نفسها اللي اتقرت اشوف بقى حجمها قد ايه، يبقى انا كده بقى بقرا من اول صفر لغايه حجم البايتس، وبالطريقه دي بقطع الاجزاء لو جالي ستريم وانا عايز اشتغل على الستريم ده كله، فكده بقطع اجزاء. وممكن احدد الرقم اللي انا عايزه واقول له دوت تو سترينج. في الحاله دي كده انا بشتغل على ان هو ياخد من البفر اللي اتقرا في القرايه اترمت جوه البفر، وانا قلت له اقطع البفر من اول صفر لغايه البايتس، كده قريت جزء من الداتا واقدر اشتغل بقى عليه بقى وهكذا. يعني لو انا بعمل لوب مثلا ممكن او طبعا الداتا جايه لي في ستريم، انتوا عارفين ايه ستريم؟ الداتا جايه يعني مثلا جايه ناس عماله تكتب تكتب تكتب، فالداتا عماله تجيلي تجيلي تجيلي، او مثلا فايل معمول لابلود مثلا حجمه 5 ميجا فما مش بترفعش على السيرفر مره واحده، يعني عمال يجي لك كيلو بايت في كيلو بايت في كيلو بايت في كيلو بايت، او مثلا في سنسور والسنسور عمال يحذف داتا يحذف داتا، عمال تاخد تقطع الداتا وتشتغل وتقطع الداتا وتشتغل، ممكن تعمل طبعا الكلام ده جوه لوب ومش عارف ايه وكلام زي كده. في الحاله دي لو جينا اهو شغل تاني، نرجع هنا نعمل ريفريش، طلع لي ادي الايه الجزء من البفر اللي هو قدر ايه يقراه، اللي هو الامبلويز الاي دي نيم ومش عارف ايه، دي كده الداتا ذات نفسها. يبقى عارف الاولانيه جابت لي حجم الداتا، الثانيه جابت لي الداتا ذات نفسها اللي طبعا هو للاسف رمى البي ار كما هي البايتس ان فايل، وطلع لي بقى الايه الداتا اللي هو قدر يقراها من الفايل اللي احنا قريناه. يعني دي بدايته، دي نهايه الفايل ودي اوله، وبدا يقرا الايه
حجم الداتا اللي احنا عايزينها. طبعا لو كانت حجم الداتا اقل فممكن يقرا جزء، يعني لو البايتس مثلا 100 مثلا كده، مش 285، 100 بس. خلي بالكم انا عايز اقل عن حجم الفايل ذات نفسه. رجعت قريت الفايل تاني وارجع اعمل ريفريش، فعلا بدا يقرا لغايه اف ايه، خلي بالكم جزء من الداتا وهكذا. طبعا دي مهمه جدا جدا، القصه دي مهمه جدا جدا مع انك تعرض انك انك تقرا ستريمنج داتا، تقرا ستريم شغال. بس كان في حاجه طبعا عايز اقولها، معناها المفروض ما تعملش فيديو لوحدي ولا حاجه، ان انا اقفل في الاخر الفايل. المفروض الفايل وانا بقراه يا شباب اخر الشغل بتاعي، وبعد ما قريت منه و و و المفروض اقفله. يعني كل اللي انا عايز اعمله بعد ما خلصت كده الشغل بقى الكلام الجميل دوت وعملت ريسبونس دوت اند، المفترض ان انا اقول له اف اس دوت كلوز، اقفل الفايل بتاعي. فعشان يقفل الفايل هيقول لي انهو فايل، اديني الاف دي، اقول له ايوه ادي الفاريبل اللي اسمه اف دي اللي هو الرابط ما بين الفايلات بتاعتي. وبعد كده بيعمل لي ريتيرن ايه اللي هي الفانكشن اللي هي الريكول فانكشن بتاعتي، او اعمل له فانكشن وادي بدايتها ونهايتها واقول له فيها اللي انا عايزه لو كان في ايرور. طبعا الفانكشن دي بتاخد ما بتاخدش غير ايرور لو كان في ايه، لو كان في ايرور. فانا ببساطه جدا هقول له لو كان في اي ايرور، اف ان في ايرور طبعا، اف ان الايرور موجود، كل اللي هتعمله هتريتيرن الايه، هتطبع بس في الكونسول الايرور، او هتاخد اكشن او اي حاجه زي ما انتم عايزين. طبعا لو مفيش اي مشكله هيبقى الفايل بالنسبه لنا اتقفل ومبقاش فيه ايه، مبقاش فيه مشكله. لو حبينا الرن ده كده تاني نعمل كنترول سي وارجع سهم فوق ادوس انتر، اشغل السيرفر كده مفيش مشكله خلاص، طالما ما ردش عليا كده فالفايل كده بالنسبه لي قفل ومفيش فيه اي ايه اي بروبلم. وبكده نكون عرفنا ازاي نريد الفايل، نريد الاستريم فايل، ونعمل ازاي كلوز للفايل.